أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر سقوط طائرة مقاتلة من طراز F-18 تابعة للقوة الجوية الكويتية واستشهاد قائد الطائرة رحمه الله، وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد عصر اليوم الأربعاء. وأضاف الصقر في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع أن فرق التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل الحادث وأسبابه.